ازيكم شباب؟ النهارده ان شاء الله يعني انا المفروض المكان بتاعتي يعني دخلها ميه وملح ميه ورمل وكده، فانا عايز اصينها. طبعا انا فتحت المكان قبل كده وصينتها، بس قلت المره دي ان انا اشارك معاكم الفيديو ده يعني على سبيل ان احنا يعني ايه برضو نتعلم من بعض وكده. انا جبت شويه شحم يعني اخدتهم كده من واحد صاحبي يعني في محل صيد عندنا في المكان، جزاه الله خير. ومعايا دبليو فورتي دبليو دي فورتي، ومعايا مفكات ومنديل المناديل وميه. الميه عشان هنحط فيها الخيوط تطلع الملح اللي فيها يعني. طيب اول حاجه نفك اللسان من فوق كده، ان شاء الله الملح الملح نازل اهو. زي ما هي كده ننزلها في الميه، نسيبها كده شويه. زي ما قلت لكم ان هي صيني كبيرة اهي، دي تقريبا 8000، دي تشويح. طبعا هنجرب كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. اول حاجة نشيل الترس ده والقطعة بتاعته، في قطعة بلاستيك فوق بتتحط عليه عشان ما ننساش، نخليها كده. وبعدين نفك الصامولة، نحطها كده ونسحب الحلة من طبعا من جوه متوسخة عايزة تتنضف. والترس هنا بدأ عليه يعني الترس اللي بيمسك في الحلة فوق برضه باين عليه الصدأ شوية، محتاج تشحيم. ننضفه وبعدين نشحمه، ونحط دبل فولتين طبعا ونشحمه كويس. وهنشيل القطعة دي وهنشوف الدنيا جوه عاملة ايه، محتاجة تشحيم برضو. التروس ممكن تكون محتاجة تشحيم، والبلي هنا برضو محتاج تشحيم، عايز تنضف محتاج تشحيم. هنعمل كل ده دلوقتي وهنشوفه مع بعض. جبنا فرشة أسنان مش محتاجينها، نشيل الرمل كده تقفيلها جامد يعني. اول كده هننضف برضه لو في رمل.
حركة فيها انسيابية كويسة. ناخد برضو الترس ده نديله. خلاص كده الترس اهو نركبه بقى. تمام بس هو قد تمام. الحتة دي برضو لو انت عايز تشحمها شحم، يعني شحم اي حاجة تقابلك في السكة، عشان وطبعا مقفولة عشان ايه ترتاح منها وتطول فترة كبيرة ما تبدأش تصين فيها كل شوية. خلاص نقفل بقى. هنا في مسامير كمان، فينا بيلي من بيلي حط لها تاكل، ده شكلها مصدية كمان. نمسح طبعا من الشحم الزائد ده كله دلوقتي فوق دبليو فور تي برضه. تمام هنا في رمل اهو ننضفه. الأول بعد ما أخلص حط في المصلعة بتاعتنا هنا. بيقفل العكس ناحية الشمال. تمام دول نشيل القطر بتاعتنا. في رم عليها
الشحم والدبل والطين والكلام ده. كده كده نكون خلصنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.